السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع وهران وبالضبط في منطقة بير الجير لنعرفكم على هذه الإقامة السكنية العصرية، واللي بالمناسبة نلاحظ الفرق الشاسع ما بين البنايات اللي راهي تبنى يعني خاضعة لتصاميم ومؤطرة من طرف مهندسين، وكذلك البنايات اللي تبنيها الدولة والأحياء البناء تبنيها الدولة، وبالمقارنة مع الأحياء الشعبية والأحياء التي تبنى من طرف بما يسمى بالبناء الذاتي، نلاحظ فرق كبير. ويعني السبب لا يعود بالضرورة إلى الشعب، فالشعب لو كان فيه تأطير من طرف المصالح البلدية والدائرة والمصالح يعني المخولة يعني تسيير يعني وتأطير التوسع العمراني هذا، كان لا يحدث هذه الأحياء العشوائية واللي في بعض الحالات تقدر تقول شبه فوضوية، يعني فيه نوع من الفوضى اللي يعني تركوا يعني هذه الأحياء تركت بدون تأطير وبدون تقنين. لازم الآن من فصاعدا لابد على الإطارات والمسؤولين المختصين في الميدان أن يؤطروا هذه العملية تاع البناء الشعبي، يعني لوطو كونستركسيون لازم تكون فيها قوانين صارمة، ولازم تطبيق القوانين، ولازم المرافقة نتاع هاد الناس من ناحية المالية، كذلك لازم تكون مرافقة مالية بقروض بدون فوائد، ولازم تكون مراقبة في قضية الاحترام نتاع التصاميم وتوفير كل شروط نتاع التهيئة والتطوير العمراني متناسق ومنسجم مع الشكل العام نتاع هذه الأحياء ونتاع المدينة بصفة عامة. لازم يكون فيه تناسق في الأنماط نتاع البناء والعلو نتاع البناءات على حسب المنطقة في المدينة الواحدة. لازم تكون بنايات عالية في الوسط نتاع المدينة، كل ما نخرج على المسط نتاع المدينة تكون العلو نتاع البناءات ينهبط ينقص العلو نتاع البناءات. لازم يكون فيه احترام لنوع من الناسق العمراني في إطار القانون نتاع البناء والقانون نتاع التعمير اللي لابد أن يطبق بقوة القانون. نخلكم تابعوا إذن ما تبقى ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.